بمناسبة مرور 10 سنوات من النجاح في مصر لشركة جوميا عملاق التجارة الإلكترونية الرائدة في مصر، نظمت الشركة احتفالية كبيرة بمشاركة عدد كبير من المسؤولين الحكوميين وشركاء الأعمال والشركات اللوجستية وصناع القرار وعدد من القيادات المصرفية. الاحتفالية تضمنت جلسات مختلفة مع شركاء النجاح، وتناول مضمون المنتدى التطورات الاقتصادية اللي شهدتها مصر مؤخراً ومستقبل منظومة التجارة الإلكترونية في ظل دعم الدولة المصرية، وإزاي شركة جوميا قدرت تحقق النجاح الكبير ده في مصر. طبعا لما ابتدينا في 2012 كانت التجاره الالكترونيه لسه في بدايتها، فما كانش في خبرات متواجده في السوق المصري. العدد كنا بنتكلم في حوالي 40-50 واحد. مع مرور السنين العدد الموظفين وصل لاكثر من 1400 موظف، خبرات مختلفة في مجالات مختلفة. في خلال السنين اللي فاتت دي كان لنا شراكات كتيرة جدا، اهتمينا قوي بالمنتج المصري بشكل عام، ويمكن أنشأنا على مدى السنين دي مبادرات كتيرة جدا لدعم المنتج المصري. احنا بدأنا ان احنا نحاول نركز اكتر ان احنا نسهم في نمو قطاعات مختلفة زي قطاع اللوجستيات، قطاع المدفوعات الإلكترونية، قطاع التجاري، تنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة، تنمية الحرف اليدوية عن طريق شراكات مختلفة مع أجهزة مختلفة. احنا أطلقنا أكتر من حملة زي إدعمهم واشتري منتجاتهم، وتكلل ده بالنجاح الحمد لله، إن احنا بدأنا كمان اتفاقية تعاون مشترك مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة متناهية الصغر لدعم المشروعات الصغيرة، إن هي يبقى عندها منصة تجارة إلكترونية تعرض عليها منتجاتها، وبالتالي تقدر توصل لكل المستهلك المصري في كل أنحاء الجمهورية. انك تشوف السكيل اللي احنا كنا فيه في يناير 2014 وتيجي في 2022 بتبص ان احنا بنحتفل ب10 سنين، طبعا دي يعني انبليفبل. انا مش مصدق، محدش مصدق نفسه من الناس القديمه اللي بقى لها اكتر من 8 سنين ازاي. لا، في حاجات كتير قوي مكون الناس اللي كملت معانا من الاول لغايه دلوقتي والناس اللي جويند حتى الجداد. احنا كمان بنعرف اكتر المستهلكين المصريين بيدوروا على ايه. وصلنا لقناعه معينه ان المستهلك المصري بيدور على 3 حاجات بالظبط: بيدور على سعر كويس، بيدور على خدمه كويسه، وبيدور كمان على مميزات تديله حاجات لبعد البيع ان هو يبدا يستخدمها ويستفيد بيها. وجوميا بتديك ال3 حاجات دول. خلال جلسات المنتدى استعرض المشاركون الإجراءات اللي تم اتخاذها بالشراكة مع شركة جوميا للنهوض بسوق التجارة الإلكترونية، واللي زادت أرقامها بشكل كبير جدا بسبب الجهود المبذولة اللي بتقوم بها شركة جوميا. سنوات قليلة بدأ التجارة الإلكترونية يحصل فيها تطور سريع، يحصل فيها تنمية سريعة بوجود كيانات كبيرة زي جوميا وزي الآخرين. أنا بتصور ده هيكون له لهذا المكون الهام في التجارة في مصر. طيب يا ترى حجم التجارة الإلكترونية في مصر النهاردة لنهاية عام 21 قد ايه؟ كان كام من سنتين والنهاردة بقى كام؟ كان 2.4 مليار دولار، واصبح النهاردة ما يقرب من 5 مليار دولار. النهاردة جوميا بتحتفل ب10 سنوات من النجاح في السوق المصري. النجاح ده جيب جهد وتخطيط ومثابرة، وعشان كده قدروا يسيبوا علامة بارزة في مجال التسويق الإلكتروني. جوميا 10 سنين من النجاح ومكملين.